انطلقت دورة المتطوعين المدنيين للقوات الاحتياطية لقوة دفاع البحرين الدفعة الرابعة، وذلك استمرارا للمرحلة الأولى، ما يعكس ولائهم وانتمائهم لهذا الوطن الغالي، وذلك في الاتحاد الرياضي العسكري. نعم، أبناء البحرين المشاركين في القوة الاحتياطية يؤكدون عزمهم لرد الجميل للوطن بعزيمة وإصرار. التفاصيل بالتقرير التالي. أبدى أبناء مملكة البحرين من أقارب العاملين والمتقاعدين في قوة دفاع البحرين والحرس الوطني العسكريين والمدنيين حماسهم وفرحتهم الكبيرة، وذلك على هامش افتتاح دورة المتطوعين المدنيين بالقوة الاحتياطية لقوة الدفاع، والتي أقيمت في الاتحاد الرياضي العسكري بعقول قنوعة دفاعا عن هذه الأرض وخدمة لأهلها، ما يعكس ولاءهم وانتمائهم لهذا الوطن، وإنهم خير من يحمي تراب البحرين. في الحقيقة كان تسجيلي للقوة الاحتياطية لقوة دفاع البحرين نابع من رغبتي في خدمة وطني، وتلبية لنداء سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى الخليفة، وتعبيرا مني لحبي لوطني وحبي لقيادتي وثقتي بهم. في الحقيقة أنا فخور جداً بارتداء الزي العسكري اليوم، وشعوري لا يوصف. جد شعوري شعور عظيم جداً بهذه المناسبة الجليلة، خدمة لهذا الوطن العظيم، خدمة لسيدي جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة، وأيضاً أحب أن أشارك ولو شيء بسيط في خدمة هذا الوطن. المتطوعون المدنيون أكدوا على شرف الخدمة في قوة دفاع البحرين والجاهزية العالية في سبيل الدفاع عن حياض الوطن، معاهدين الله ببذل قصارى جهدهم في سبيل التضحية بأرواحهم ودمائهم من باب رد الجميل للوطن. أكيد شعور جميل الانتقال من الحياة المدنية للحياة العسكرية، وتجربة جديدة يعني بتكون، وارتداء هذا الزي يعني شرف لي، وتشرف أني ارتدى هذا الزي، إن شاء الله نمثل الوطن أجمل تمثيل. لازم يعني نعطي لهالبلد نفس ما أعطتنا. بشكل عام أنا بحب الحياة العسكرية، ولأنه فيها نظام، فيها مبادئ، فيها هدف سامي. الدفاع عن الوطن فيه هدف سامي، الجهاد بالنفس. اللي أقدر أقول اللي ما تقدم ولا اللي ما شارك، يعني في فرصة، في أمل أنه يدش ويشوف العسكرية ويتعلم. ويتسابق على هذا الحدث الوطني التاريخي أبناء البحرين لانضمامهم لهذه القوة الرديفة، كونها معقل الأبطال وحصن الدفاع الأول عن مملكة البحرين والحفاظ على مقدراتها ومكتسباتها الوطنية. أبطال أتوا من كل حدب وصوب للتعلم من معقل الرجال قوة دفاع البحرين، حاملين على عاتقهم راية مملكة البحرين عالياً من باب رد الجميل لتراب هذا الوطن الغالي. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.